ارجع حاسب يا ابني ارجع. اهلا بكل متابعي جريده المصريه في كل مكان، معاكم نوران جمال من محافظه الاسماعيليه. وعلى مدار اكثر من 4 ساعات متواصله حتى الان محاولات ومجهودات من محافظه الاسماعيليه والوحدات المحليه مركز مدينه الاسماعيليه وحي ثالث في انتشال انقاض انهيار عقار بمحافظه الاسماعيليه والذي يبلغ يعني 5 طوابق وكان خالي من السكان بالفعل، ولكن يعني هناك مفقودين من المارين بجانب العقار. ندعو الله عز وجل ان يكون ليس ان يكون ليس هناك وفيات او يعني خسائر من الضحايا.